السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي أقول لك إن شات جي بي تي خلاص بقى بباقات رسمي، تقدر تشحن الباقة بتاعتك عن طريق الفيزا أو الماستر كارد أو البيبال. طبعا مش عارف شات جي بي تي يقدر يعمل أكاونت عليه من الرابط اللي هسيبه لك في الوصف أو هسيبه لك في التعليقات. تقدر تروح تعمل أكاونت على شات جي بي تي النظام القديم، الحق بسرعة حاول تعمل النظام ده. لكن لما جيت اعمل انا اكاونت جديد علشان اجي اشوف هنا الباقات قدامي، هنا بيقول ان دي شهر فبراير وده عدد بيديلك هو 18 دولار، تقدر تستهلك منهم اللي انت عاوزه، بس المهم لما تيجي تخلص ال 18 دولار هتضطر تشحن الباقة بتاعتك. بيديلك طباقة زي ما انا قلت لك ب 18 دولار، انا استهلكت منهم 10 سنت بس، اللي هو البحث تقريبا اللي انا لسه عامل اكاونت من شوية، ده الفترة اللي انا استهلكت فيها الاكونت. فيا ريت لو انت عايز تعمل اكونت ده ادخل على الرابط الموجود في الوصف، هتعمل اكونت بسرعه علشان هيفيدك جدا في حاجات كتيره. يعني مثلا انا لو جيت اقول له عايز اكتب كود بلغه HTML مثلا عن مؤشر كتله الجسم، تمام؟ ولو جيت تستنى كده شويه على طول هيبدأ يكتب لك الكود اللي تقدر تضيفه عندك في الموقع. لو انا جيت مثلا قلت له عاوز اكتب وصف لمنتج احترافي مثلا بيتكلم عن الساعات، هو على طول بيكتب لك، بيبدأ يكتب الوصف عن المنتج. انت اصلا ما كنتش تتخيل انك تكتب وصف زي ده، وكمان ممكن تقدر تكسب منه مجرد بس ما انت مثلا لو انت كاتب محتوى ورفعت فيديو قبل كده عن طريقة الربح من كتابة المحتوى، او انت مثلا عاوز تكتب قصة ممكن تقول له اكتب لي قصة رعب قصيرة، تمام؟ وتستنى كده شوية هو هيبدأ يكتب لك قصة الرعب، تمام؟ زي ما انت شايف كده. ونفترض مثلا ان انت في ثانوية عامة ومش عارف تحل اي معادلة او تعرف تحل اي مسألة، هو برضو قادر ان هو يكتب لك اي حاجة انت عاوزها او يحل لك اي حاجة انت عاوزها. الذكاء الاصطناعي ده اتعمل سنة 2017 بس اتشهر الايام دي. انت تقدر دلوقتي تعمل اكاونت، هتسيب لك الرابط موجود في الوصف. وكده انا خلصت الفيديو بتاعي، الحق بقى علشان هو ممكن يقل عن كده. يعني هو 18 دولار انت تقدر تعمل بحث ب 18 دولار، حاول تعمل كذا اكاونت، لان انا متوقع فيما بعد ان الاكاونت نفسه هيبقى بفلوس. كده انا خلصت شرحي، اتمنى يكون الشرح عجبك. متنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة لو عجبك الفيديو. مع السلامة.